بس من كم يوم صار في مشكلة على كلام البطريرك الراعي، وكان في لك كمان موقف بهذا الموضوع. تحدث البطريرك عن موضوع دعم مادي للمتضررين بالجنوب، واستخدم مصطلح أنه لم الصواني. لم الصواني نعرف شو هو، ولكن عمل هذا الموضوع هجمة كبيرة وقربة كبيرة. تحدث عنه أستاذ قاسم قصير ببداية هذه الحلقة. بدي أسمع رأيك وتقييمك اليوم لما حصل يعني، وموقفك من ما يحصل بموضوع موقف البطريرك. تم معالجته بس من شان يكون معه خبر. ايه؟ تم معالجته. أنا برأيي تم. خليني أجاوب أنا أستاذ. لا لا بس معلومات يعني مشان توضح الصورة. أنا عندي إياها هي زي المعلومات. تم معالجة هذا الأمر، وأنا برأيي خلينا نحطه ورانا، ما بدها هالقد. كان في تشنج، بتعرفي وضعية الحرب بيكون فيها تشنج. إذا غلطوا مع سيدنا البطرك، هو مش أحسن من يسوع المسيح صفح يلي قتلوه. أكيد سيدنا البطرك بيسامح إذا كان حدا أساء إليه بالكلام، بس الموضوع التغريدات أزيلت وارتاح الوضع. وخلينا نحطها ورانا، يعني الأكيد إنه سيدنا البطرك يلي قصده كان من نية طيبة ومن نية حسب تعاليم مسيحيته يلي هي محبة الآخر ومحبة كل الناس حتى الأعداء. طبعا بلبنان ما في أعداء، بس أنا عم بستطرد بالكلام. فأنا برأيي الموضوع خلص وصار ورانا، وما في داعي نحكي عنه أكثر من هيك. نعم. بدنا نحييك يا دكتور، يعني لأنه كان عندك موقف مغير من يومين، أنه شفتك عم تحكي شو تاني. إيه لحلك، أنا وقت اللي حدا بيتعرض للشتيمة لبتركي ما بقبل، وأكيد بدافع عنها لأنه بتركي هي صرح كتير كبير، وبتركي موجودة هون قبلنا كلنا موجودة هون، وباقي بعدنا كلنا موجودة هون، وبتركي هي بتحكي وبتساعد كل لبنان وتقف إلى جانب جميع اللبنانيين. وأنا وقيت بلومة أنه ميزة شوي لموارنة ولا المسيحيين، لا بيضل عنده موقف على يعني بخلاف القيادات الدينية الأخرى اللي مش دائما بتقف مع كل لبنان. بقى بالحديث عن بكركي شغلة مقدسة بالنسبة لي، ما بقبل حدا يهينا، وبالنسبة لي بكركي ونحن مثل ما قال السيد حجر المسجد الأقصى اللي بدق فيه تسقط المحرمات، اللي بدق بكركي كمان بتسقط المحرمات. نحن كمان من ضم صوتنا إلى صوتك عدم الإساءة لأي مقدس ديني أو أي مرجعية دينية. وأنا قلت هلا الإساءة شيء والانتقاد شيء ثاني، انتقاد طبيعي يعني. بس الإساءة عم نحكي إيه لأنه حصل إساءة. طيب الحديث عن بكركي وأهميتها بالنسبة لك، بكركي قالت أنه اليوم مع التمديد لقائد الجيش جوزيف عون. بكركي مش معصومة عن الخطأ. أنا بقالي أنه معصومة عن الخطأ. هذه جوزيفين شاطرة يا دكتور. طيب بكركي قالت انه هي مع التمديد لقائد الجيش وعدم افراغ موقع القياده، بنفس الوقت لا تعيين بظل غياب رئيس جمهوريه. انتم شو بدكم يعني؟ انتم هل اصبح القد المشكل شخصي معه لقائد الجيش لحتى اليوم بدكم تكسروا مقوله التعيين بغياب رئيس جمهوريه، وبدكم تعارضوا بكركي بمساله عدم افراغ قياده الجيش؟ كان عرضناها بأشياء كثيرة وطلع معنا حق. رح أقول لك شغلة كثير أساسية، ما في شيء اسمه فراغ بقيادة الجيش ولا بأي مؤسسة. بيتقاعد قائد الجيش، بيتقاعد مدير الأمن العام، بيفل على بيته وبيجي الأعلى رتبة. هيك صار بالأمن العام، هيك صار بالمصرف المركزي. بس قانون الدفاع الوطني لا يقول ذلك يا دكتور. قانون الدفاع مش هيك يقول ذلك. واضح قانون الدفاع مش هيك. الأعلى رتبة بكل القيادات رئيس الأركان يا دكتور. رئيس الأركان إذا ما في أركان بيكون الأعلى رتبة اللي هو بيكون عضو المجلس العسكري، بيكون هو هيدا اجتهاد. لا هيدا مش اجتهاد. النص واضح. هيدا اجتهاد. مش اجتهاد. دكتور رئيس الأركان ينوب عن قائد الجيش في حال غيابه. أوكي مين رئيس أركان هلا؟ ما في رئيس أركان. طيب. يعني الأعلى رتبة. يعني استنتاج اجتهاد. اجتهاد ما له كثير صعب. طيب. بغض النظر يعني انتم اليوم مع تعيين رئيس اركان او مع تعيين قائد جيش؟ لانه اليوم في حركه عم يعملها رئيس التيار من اجل هذا الموضوع. في مفاوضات هيك، بس نحن مع انه الاعلى رتبه يستلم
قيادة الجيش. نعم يعني نحن اللواء كيرساب. نحن هيدا شيء نحن طبقناه على يلي منحبهم ويلي منحبهم شوي ويلي منحبهم كثير. وبالتالي عم بتقول هو اللواء عباس ابراهيم. نعم. ونحن ولغنا اللواء عباس ابراهيم انه نحن مش رح نوافق ولا رح نساهم بالتنديد له. واللواء عباس ابراهيم كان علاقته معنا كثير طيبه، وانا بوجه له تحيه لسبب كثير اساسي، لانه بكل فتره الثوره هو أكثر شخص حافظ على مناقبه العسكرية وحافظ على احترامه لمقام رئاسة الجمهورية. طيب. وهيدي مشكور عليها. يعني عم بتقول أنه مع هيدا وكله ما قدرنا نحن مع هيدا وكله نحن ما قبلنا أنه نمدد له. عالي. يعني عم بتقول هيك موضوع أوكي. عم بتقول اليوم أنه المفاوضات اللي عم بتصير بين الحزب ورئيس التيار هي حول أن يتولى اللواء بيير صعب كونه هو الأعلى رتبة قيادة الجيش بعد انتقال قائد الجيش إلى التقاعد، صح؟ هيك 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 الكلام. مش تعيين. الكلام. مش تعيين. لا في حكي في أخذ ورد شوي بموضوع التعيين، بس إذا كان كل اللبنانيين وصار في ضغط كتير كبير بموضوع التعيين، نحن بالنسبة لنا بس بغياب رئيس الجمهورية ما لازم يصير في تعيين. بس إذا لو البد اللبنانيين والفرقاء السياسيين بدهم، الذي يستلم صلاحيات رئيس الجمهورية هي الحكومة مجتمعة، يعني لازم تقدروا ياخذوا قرار، بدهم يوقعوا ال 24 وزير. نعم. لأنه كل واحد منهم 5% رئيس جمهورية ولا 4%. نعم. وبالتالي اليوم المفاوضات موقفكم المبدأ لا تعيين بغياب رئيس جمهورية، وبالتالي ما عم بيصير المفاوضة على التعيين. اليوم مطلبكم مع الحزب يلي هلأ عم بيتم التفاوض حوله هو أن يتولى اللواء بيير صعب قيادة الجيش، يتولى الأعلى رتبة. ما بعرف اسمه اللي هو يعني